رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا، وبنوصل دلوقتي لفقرتنا في السوشيال ميديا. هنبتدي بالحساب الرسمي للنادي الاهلي على تويتر اللي نشر صوره لعلي معلول وكتب: علولو بيبدع، علولو بيتالق، علولو بيسجل، نسر المباراه بلا شك. كتب كمان العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي على الفيسبوك بعد المباراه: كده كده يا حبايب الدوري في الجزيره بمشيئه الله. كمان نشر خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي على تويتر صوره من الاحتفال بالفوز وعلق: انها روح الفانيلا الحمراء يا ساده، الحمد لله على نعمه الاهلي. كمان كتب طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي على تويتر بعد المباراه: اهلاوي الحمد لله. كمان محمد الضماطي عضو مجلس الإدارة على الفيسبوك كتب: ألف مبروك فوز فريق المرتبط بدوري السلة وتأهل الفريق الأول للسلة للدور قبل النهائي لدوري السوبر، وأخيرا كمان الفوز المهم على الاتحاد في يوم أهلاوي عظيم. رانيا علواني كمان عضو مجلس إدارة النادي الأهلي نشرت أهداف النادي الأهلي في مرمى الاتحاد على الفيسبوك وكتبت: مبروك للأهلي وللأهلوية 90+. محمد سراج كمان عضو مجلس إدارة النادي الأهلي نشر على الفيسبوك بعد مباراة السلة صور طبعا من المباراة وكتب: الحمد لله يوم جميل، فوز الأهلي على الاتحاد في الـ 90+ ورجال السلة على سموحة في المباراة الفاصلة واللي ما كانتش سهلة والتأهل لقبل نهائي دوري السوبر لمواجهة الزمالك، وأخيرا فوز فريق المرتبط بدوري السلة، ودايما روح النادي الأهلي هي من تحسم في كل الألعاب، القادم أفضل إن شاء الله. كتب كمان الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على الفيسبوك: الإصرار على تحقيق الفوز حتى في اللحظات الأخيرة يجسد روح الفانيلا الحمراء، نلعب حتى الثانية الأخيرة ولا نعرف سوى المركز الأول، إلى مزيد من الانتصارات بإذن الله. نروح بقى للحساب الرسمي للفيفا بالعربي على تويتر واللي كتبت: نهاية دراماتيكية لمواجهة الأهلي ومضيفه الاتحاد بهدفي معلول وصالح جمعة في الوقت بدل الضايع اللي شهد هجوم كاسح للنادي الأهلي لتنتهي المباراة بفوز مثير 2-0 وثلاث نقاط غالية تصدر بيهم الشياطين الحمر برصيد 55 نقطة في انتظار مواجهة الزمالك وسموحة. شريف إكرامي كمان حارس مرمى الفريق كتب على تويتر بعد المباراة: ولسه. كتب كمان أيمن أشرف على تويتر: 90+. كتب كمان إسلام محارب على تويتر بعد المباراة: الحمد لله. نشر جيرالدو كمان امبارح صورة من مباراة القمة على الانستغرام وكتب: قاتل دائما لا تستسلم أبدا. نشر كمان عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال في النادي الأهلي صورة على الانستغرام بعد الفوز وكتب: الحمد لله على المكسب، لعيبة رجالة كالعادة. كتب كمان كابتن زكريا ناصف على تويتر: رامي ربيعة صالح جمعة نموذجان لتأكيد موروثات الإدارة في الأهلي والتي تعتمد على التقويم والصبر وإعطاء الفرص وليس البتر والاستغناء أو الطرد، برافو مجلس الأهلي وجهازه الفني والإداري. أما الحساب الرسمي لفي الجول على الانستغرام فنشر صورة طريفة لعلي معلول وكتب: علي معلول بجدارة هو أسرع دليفري في مصر، بيسجل بيصنع بيحسم مباريات بأهداف قاتلة، يمنح الأهلي صدارة مؤقتة، الظهير التونسي سجل هدفه السادس هذا الموسم بالإضافة لعشرة أسس في كل البطولات. كمان الفنان أحمد السعداني كتب على تويتر بعد المباراة: متصدر لا تكلمني.